أنا يعني بتربطني علاقة كتير كتير قوية مع المغرب ومع أهل المغرب. يعني بعتقد أنه من أكثر الناس اللي رغم يعني فرق اللهجة الكبير بين الشامي والمغربي، إلا أنه أكثر ناس بيفهموني حتى قبل ما أحكي سواء نكتة أو أحكي قصة، من أكثر ناس اللي بيفهموني بالمغرب. وأغلب أصحابي من بداية حياتي كانوا من أهل المغرب، ومؤخرا يعني من سنين صرنا أنا وأسماء أكثر من أخوات، لدرجة ما بعرف مين بحب أكثر، أختي أماني وريم ولا بحب أسماء، بلخبط. وطلعت اليوم المصممة الكبيرة من زمان، أنا من أول ما أجيت تقريبا على المغرب بلبس منها مونيا، اليوم حتى هي معي وهذا عملت أغلبه بإيدها وهكذا. هي لأنه أهل المغرب كمان يعني مثل كل شعوبنا العربية، أهل المغرب بيتمتعوا بهي التلقائية والبساطة والحب للحياة والحب للناس، فهذا سبب أنه بيجمعني فيهم علاقتي دائما قوية مع أهل المغرب. كان نفسي من زمان أي أنا غنيت مغربي بس مو أغنيات خاصة فيي، بس هي كانت أول أغنية يعني، وأسمى هي اللي أخذت دور أنه تنظم كل شيء، وأسماء عظيمة بالاختيارات. يعني كان في هيك أكثر من كلمة هلأ مش حاضريني لأنه أنا بدي روح غني، بس يعني عادة والله مو بحب كتير اللي بتوقعجين أنا قبل الحمد لله. هو دائما هيك أنا بعتقد يعني بهال إنه في ناس بتكون وشها خير على بعض، وأنا بحس إنه هالشركة وشها خير علي، لأنه كمان في يعني الحفلات ما كانت مجرد حفلات عادية، كانت بالنسبة لي هيك حدث وتحول بحياتي يعني الفنية بحفلاتي من خلال شركة مومنتس. فيعني وإن شاء الله اللي جاي كمان أحلى. يا أمي لسه ما في تفاصيل، اليوم حكينا فيه، عم قلك هلأ حكينا فما له تفاصيل غير أنه اليوم هلأ كانت عندي أسومة، لأنه مثل ما قلت لكم نحنا كتير أصحاب وكتير قراب، فاتفقنا بما أنه نجاح أغنية سيد الغرام كان نجاح ساحق، فإن شاء الله يكون كمان اللي جاي مثله وأحلى. أنا ما عمري عرفت غير لهجتي إلا يمكن هيك دخل على لهجتي بعض المفردات البسيطة ما بعرف شو هي، حتى ما لدين يعني ممكن تكون مصرية خليجية، فأنا من الناس اللي ما بعرف أحكي غير شامي. مرات بيطلع حلو كتير يعني، مرات في أغاني بتزبط، والأغاني اللي بتزبط الناس حتى بتحبها، وفي أغاني بتطلع ما كتير بتزبط لأنه ما بيكون الأصوات لايقة على الأغنية اللي حطوها وهكذا. صوت ما تصوروا، مشتاقة للجمهور المغربي ومشتاقة لهي الطاقة اللي منخلقها هيك على المسرح، وبيكون إلها علاقة مو بس بالفن والإنسانيات، ومنصير كلنا كتلة واحدة. كتير مشتاقة لهذا اللقاء. أنا بموت عموما على القفطان المغربي يعني، بس كتير بدبي عندي في صديقة مغربية اسمها سلمى بن عمر، كمان بتهتم دائما في باللبس المغربي. أنا بحس اللبس المغربي بليق على يعني أغلب الناس وأنا واحدة منهم.